هذا الأمر. نقول بداية أن الإمامان سلام الله عليهما عندنا في عقيدتنا معصومين من المعصومين. الإمام الحسن والحسين سلام الله عليهما الغاية عندهم الغاية واحدة، الغاية لا تختلف، لكن طريقة المعالجة هي التي تختلف بحسب الظروف لكل منهما. النبي مثلا صلى الله عليه وآله وسلم شخصية واحدة، نجد أنه صالح في الحديبية وسميت صلح الحديبية، صحيح، لكن في مكان آخر حارب حرب وغزا. وغزوات عديدة، صحيح. إذن الظروف هي التي تجعل الإمام سلام الله عليه يحكم. نجد أن الإمام الحسن سلام الله عليه حارب، كان عنده حرب مع معاوية، لكن لوجود من كانوا يعني داخلين في جيش الإمام سلام الله عليه من قبل الفريق الآخر، اضطره على ماذا؟ المهادنة. على المهادنة والمصالحة، وإلا كانت الظروف له. أول شيء الظروف كان أنه سيحارب، لتلك الظروف وتلك الأعين التي كانت في جيشه من قبل الفريق الآخر اضطر للمهادنة والمصالحة لحقن دماء المسلمين. وأعطي دليل آخر في مسألة أخرى حتى نوصل يعني المسألة واضحة للمشاهد العزيز. النبي في مسألة معينة، في حكم معين، وفي مكان معين، أعطى حكمين مختلفين. هذا ما سنذكره إن شاء الله من كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة، صفحة 138، رقم الحديث 1606، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فجاء الشيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله: إن الشيخ يملك نفسه. هنا ماذا نقول؟ هنا نقول: لاحظ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى حكمين في قضية واحدة، لكن ماذا؟ في الأولى كانت الرفض، في الثانية كانت القبول، لحسب الظرف الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعطي حكمه. كذلك الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليهما، لكل منهما ظرف معين كان فيه. يعني تقصد أن هي القضية واحدة، ولكن في حكم الظرف أحسنت، يختلف الحكم فيها. يعني الغاية واحدة هي الإصلاح، لكن طريقة المعالجة تختلف بحسب الظروف الموجودة آنذاك. لكن الذي يقول أن هذا تناقض بين الإمامين، نقول لازمك أن تقول أن هذا تناقض أيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقول بذلك عاقل. هذا ما نقوله للناس. ومن المعروف أن الإمام الحسن صلوات الله عليه يعني جند جنوده، وكان يبي يقاتل، أحسنت، وهذا معناته أنه كان عنده العزيمة في القتال، صح، ولكن اللي وقف يعني هي قبل المواجهة صارت الهدنية، وحتى لما اكتشف الطرف الآخر أن الإمام الحسن ممكن أنه يكسب المعركة استخدموا أسلوبهما لضعضعة الجيش، وخلى الإمام الحسن صلوات الله عليه لما شاف الانسحابات من القادة اي ظروف سياسيه كانت انذاك ذلك غيره، صالح ولكن هو كان يعني نية الحرب موجودة كانت، موجوده، نعم، والكل يعني التاريخ كله يشهد بأن إعداد الجيش يكفي. حتى جيش الامام الحسن سلام الله عليه يعني كان مخترقا من قبل الفريق الاخر. نجد ان مثلا عبيد الله بن عباس الذي قالوا في ان دينه دراهمه، الفريق الاخر اشوه بالمال، لذلك ترك جيش الإمام الحسن سلام الله عليه وذهب إلى الفريق الآخر مقابل المال، فتضعضع جيش الإمام سلام الله عليه، وكان عبيد الله من القادة الموجودين على جيشه. فلذلك الإمام يعني رأى أنه لابد من المصالحة والمهادنة حتى يحافظ على دماء المسلمين آنذاك. وهذه يعني كانت يعني أنا أعتبرها من الذكاء والفطنة من الإمام الحسن عليه السلام. سلام الله.